انا اقولك طول الليل ترى البث عليك. والله ما ادري لو شفت الجواب صح. هلا وصل اثني راقد امس ولد شمت والله حقت مقدر إيه؟ مقدر زين ما في كاميرا كان علي لا زين عدتيها الله الناش اعتقد اني ما فتحت التوتر واللي صارت رياكشن حق عزوز واللي السكوت ذا ابدا اهبل عزوز هو متعمق بيجي بيجي والله طلعت عشان ما ادري انا ما فتحت ترى التوتر لا انا فكرت شوي قبل ان تنسد احكي لازم تشوف ايش اللي صاير دخل ما ادري والله ما ادري ولا هو علينا ذا الحين دخوليات دخوليتهم صح لا اللي عنده دخوليات يزبط في الظاهر عنده وافي عنده دخوليه انت ما عندك دخوليه لا لا شو كنت دور التحامي ولا شيء وش كم شيء عند بيصورني مقطع ما ادري ايش يقول له اتوقع اليوم كل واحد ياخذون كذا التصوير وخليت القطره انا ما جبت ثوب اطلق والله انك شخصيه كذا والله الحين تظهر بلوك جديد ترى الواقع كل واحد جاي عصبه اي هذا قد تسقط على نفسك اي عادي هذا اعلى التصالح مع الذات يعني والله نومه حلو جت نومه محترمه والله ما نمت اشوف رد الاضافه في تويتر الصباح قلت رجع ما نام شفت كيف؟ او انا هذاك تميك كنت ضايف كول الغي اضافه ضفت من جديد ربي يجيك افهمها يعني تراني اخوي قال لمس نومت الضفدع كيف؟ وعلى حسب تصنيفه كيف ينام الضفدع؟ نومه الضفدع حعلمك كيف نومه الضفدع الادمي الطبيعي ينام كذا ينام كذا ايوه لا سهمان فرق سنت اوكي لا مو فرق ها كذا السلم والله الذي لا اله الا هو انها اغرب نومه في الحياه يعني درجة قمت يا ولد مفاصلي أعوذ بالله ايش قمت اسوي؟ زيتها ونجا رجع ردها نمت وانت ما ادري رديتها خلاص يوم تكت قمت خلاص المفاصل تنشطت بعدين رجع جلس طيب النوم متعمده انت ولا جت يا رجال جت من تعب من لا يا الواحد يتعب من نوم الضفدع انا كذا جتني ما ادري والله اني ما صدقت على الله وصل البيت يا رجل انا اليوم ونمشي وصلت شكله ما وصلت الاصبح يا ساتر انت رحت السوق صح؟ لا لا انا صار لي جيت البيت متاخر ليش انا رديت اضافتي مع الصبح؟ ما جيت البيت الا الساعه 6 اشوفك تصور سنابات الصباح والله شفت سناب والله ان اخر واحد قفلت عليه سنابتك انت قفلت طفيت الجوال عشان كذا جت كلمه الضفدع على وجهه على وجهه وجه السعد الله يرجبان لا لا فتش عن السبب لوجهك يعني ما يحتاج هو مش وانا اللي رقدت بعد وجهها راحه حبيب قلبي لا والله ما ارتاح من يمنى مفاصل يعني على طول اعطيته كذا جت كلمه الضفدع وين سحب مفاصل هو صح يا ود والله يا رجال ما اكذب عليكم يمكن تقولون ابالغ ولا شيء والله ما بالغ يا رب اقسم بالله انها كذا يوم رقدت اعدل الاولى بعدين ارجع اعدل الثانيه بعدين جيت اوقف والله اسمع صوت هنا الله انا ما بالي قرطبه انا داري ما بالي انا يوم شفتك نايم على وجهه انا داري صدقت من بعدها من بعد ما قلت الموضوع ذا صدقت الحمد لله على كل حال الله ترى لا يبين لك انه خاطئ هادي وخاطره مسرور اي يا غلي بين لك هادي وخاطره مسرور وهو والله يزعج جاء صوت مسباح الله اكبر جاء الحذف لك من دقه والسلاح يثور فلت تذبحين عقب ما سلم سلاح ايه الله عليك النشير هذا مجهزنا ترى ذا اليوم احمد باقي يغني ما خلص يا مسكين والله ذا والله ما يبس هذا بيخلص التصفيات يبدل حنجره هو وافي الموهبه بتخلص حقته والله انت اصلا يومين خلص من العماني لا العماني صوت لا والله جايب طقم